عندما تحضر عناوين الشرف والتضحية والوفاء يصبح لها معنى أعمق في داخل عقولكم وفوق أكتافكم وعلى صدوركم. إنه الإيمان بالوطن الذي تحلمون به على قياس صفاء انتمائكم. صباح الخير جميعا. كل لحظة أمضيتها هنا في أرجاء هذا المكان العابق بعبير الشهادة ستبقى شمعة تضيء عتمة الليل الذي يخيم على لبنان، فأتلمس بنور هذا الطريق في مسيرة بناء الدولة القادرة والعادلة، وأنا أدرك في قرارة نفسي أن قطار هذه الرحلة الذي يسير في أرض متعرجة يحتاج إلى سواعدكم التي اعتادت أن تحمي من دون ثمن، وأن تضحي من دون منة، وأن تدافع من دون ملل، وأن تحفظ البلد من دون تردد، وأن تعرف التعب ولا الوهن. في كل المحطات الصعبة بقيت المؤسسة العسكرية نموذجاً للوحدة الوطنية، ولم تتسلل إليها لوسة الصراعات على منصات الطائفية والمذهبية. الجيش هو حامل الراية، وهو درع لبنان، وهو حامل الوحدة الوطنية، وهو صمام الأمان الذي يحفظ الاستقرار. أنا اليوم سعيد بوجودي هنا بينكم لأوجه أولاً تحية إلى هذا القائد الشجاع النزيه الوطني، وإلى كل واحد منكم ضباطاً وأفراد لما تقومون به من دور يصون البلد، حيث تساهمون في بناء دولة المؤسسات. أعرف هواجسكم الكثيرة، لكن كونوا على ثقة أنني ملتزم حماية الجيش اللبناني، لأني مؤمن بدوره ومقتنع بأنه الأرض الصلبة التي يمكن بناء أعمدة الدولة عليها. مصلحة الجيش هي حاجة وطنية، وعندما نؤمن لهذا الجيش الظروف التي تؤمن الراحة لعديده، فإننا بذلك نضع المدماك لراحة اللبنانيين. كالعادة الرهان عليكم لمنع العابثين بأمن الوطن من تحقيق مخططاتهم، فأنتم العين الساهرة على الأمن والأمان، وأنتم تعلمون أن ثقتي بكم كبيرة، وأن ثقة اللبنانيين بكم مسؤولية تحملونها بعناية وتتحملون لأجلها الكثير من الأعباء. الله يحميكم ويحمي لبنان. عشتم وعاش لبنان.